أخبار اليوم. جميع المسلمين والمسيحيين، احنا النهاردة بنكتب تاريخ من ضمن تواريخ مصر الناصعة البياض لتاريخ الحب والمحبة والأخوة والدم الواحد. تاريخ بيكتب ان دم كل مصري عند كل المصريين غالي، اغلى من الدنيا كلها، وبنعرف العالم كله مصري سواء في الشمال ولا في الجنوب او في الغرب او في الشرق. روحه وحياته عزيزة عند المسلمين زي ما هي عزيزة عند المسيحيين، وبنقول للعالم كله من هذا المكان المبارك بإذن الله ان مصر يد واحدة، مصر هتبقى يد الدنيا، ومصر هتكبر نمرة واحد بالمحبة.